أخيرة للحراك، يعني كيف نوصف هذا الوضع الأستاذ كوبي؟ أقل ما بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير لكل المشاهدين، صباح الخير سي ما رحبتش بك لأنه احنا رحبنا مع بعضنا في الكواليس، وبالتالي تبشر صباح الخير أستاذ شكرا كوبي. شكرا لك. إذا بعد انتخاب رئيس جديد، أقل ما يمكن قوله أنه سيرث تركة جد صعبة مليئة بالصعوبات، سواء كانت الصعوبات المالية أو الصعوبات الاقتصادية. إذا تركة صعبة جدا وتحديات جد جد صعبة، ينبغي الانطلاق في العمل في أقرب وقت ممكن والقيام بالإصلاحات اللازمة، وإلا فإن الأمر سيزيد أكثر تعقيد وستكون للرئيس الجديد صعوبات كبيرة للغاية. بالحديث ربما عن الأولويات الاقتصادية أو الأولويات في الأجندة الاقتصادية اللي تواجه تبون، يعني تراجع احتياطي الصرف، انخفاض سعر الدينار، يعني قيمة الدينار في السوق، مشكل السوق الموازية، مشكل العجز الميزان التجاري، مشكلة يعني قطاع السيارات، هذا القطاع اللي هو قطاع حيوي لكن الآن هو مشلول بعد سجن أصحاب ما يعرف بمصانع تركيب السيارات. ربما يعني أمل الملف اللي ترى أنت أنه لازم يعني يكون أولوية في أجندة الرئيس. والله العظيم نقول لك باللي كل الملفات ساخنة للغاية. إذا القيام أولويات، الأولوية التي سينطلق بها أظن الرئيس الجديد هو الوضع المزري الموجود فيه المؤسسات الاقتصادية، خاصة في بعض القطاعات، قطاع البناء، قطاع المواد، مواد البناء، أيضا قطاع الترقية العقارية وقطاعات أخرى كانت في القريب تشهد نوع من النشاط، ولكن بداية من الحراك ونتيجة للتبعات ووضع لا استقرار الموجود عليه البلد حاليا، كل هذه القطاعات الآن عندها مشاكل كبيرة. خليني أقول لك سيخي أن آخر الإحصائيات للديوان الوطني للإحصائية تتكلم عن أكثر من 650 ألف جزائري ذهب إلى البطالة ابتداء بهذه 6 أشهر. خليني أقول لك بأن عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الآن هي في وضعية مزرية، إن لم نقل وضعية إفلاس أو شبه إفلاس. خليني أقول لك أن القطاع البنكي الآن في وضع جمود يخليه لا يمول الشركات، وهو الآن في وضع جد صعب. إذن الأمر الأكثر أهمية والأكثر أولوية هو أن نذهب في أكبر وقت ممكن من أجل حل مشاكل هذه المؤسسات، حل مشاكل علاقتها مع البنوك، من أجل على الأقل العودة إلى الوضعية التي كنا عليها قبل شهر 2 من 2019. إذن هذا الأمر الأول. أما الأمور الأخرى والتي هي فيها من الأهمية بما فيه هو حل الأزمة المالية، لأن الجزائر في وضعية مالية جد صعبة يمكن أن تتفاقم في الأشهر والسنوات المقبلة، سواء بالنسبة للتوازنات المالية الداخلية، إعادة التوازن إلى تموين الموازنة العمومية في ظل عجز كبير وكبير جدا، في ظل تمويل غير تقليدي لم يمكن من حل مشكلة التوازن. إذا لما نرى الوعود اللي قدمها رئيس الجمهورية هي وعود جميلة حقيقة، ولكن أظن بأن الواقع سيجعل من هذه الوعود صعبة جدا للتجسيد نتيجة للإمكانيات المالية والإمكانيات من ناحية الوقت التي هي صعبة وصعبة للغاية. أقول كذلك، تكلمت على احتياطي الصرف. الآن إن لم نجد الحلول بسرعة لتهاوي احتياطي الصرف فإن قدراتنا ستتقلص كثير، وبالتالي إمكانياتنا للإصلاح ستكون أصعب. الرهان الثاني وهو مهم ومهم جدا هو كيفية الزيادة في نسبة النمو. ينبغي أن نقول بأن ميزانية 2020 بنيت على نسبة نمو هي 1.5%، 1.5% لا تمكن من المحافظة على نسبة الشغل الحالية اللي هي أصلا تعاني من نسبة بطالة بحوالي 12%. إذا فك شفرة المشاكل هذه، إيجاد المعادلات اللازمة والقيام بإصلاحات، أقول مرة أخرى أنها إصلاحات صعبة مريرة وستكون له تكلفة اجتماعية كبيرة، هي المنفذ الوحيد. أما
إذا بقينا في الشعبوية والحلول نفسها التي كانت موجودة من قبل، فإن الاقتصاد الجزائري لن يتمكن من مقاومة الوضع الحالي أكثر من سنتين على أكبر تحديد. نعم، ربما يعني مع تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية وتوجه العديد من البلدان نحو بدائل جديدة للطاقة، تراجع احتياطي الصرف، حتما الرئيس الجديد سيكون مجبرا على إيجاد مصادر تمويل أخرى غير ربما مصادر تمويل التقليدية كقطاع النفط. خلال الحملة الانتخابية، خلال حملته الانتخابية، تبون قال بأنه سيسترجع الأموال المنهوبة خلال هذه العشرين سنة، وإحنا شفنا الأرقام المخيفة والخيالية اللي تم تداولها خلال المحاكمة في ملف فقط تركيب السيارات اللي كانت 165 ألف مليار سنتيم، يعني رقم رهيب جدا. هل يمكن يعني فعلا استرجاع هذه الأموال، وهل يمكن لهذه الأموال لأن احنا القيمة تحش حال أنها ربما تعمل ديكليك يعني في عجلة الاقتصاد الجزائري؟ بدأ أن نبقى دائما على رأيي اللي هو مؤسس على نظرة موضوعية للأمور. أولا، استرجاع الأموال هو أقرب للوهم منه للحقيقة. إذا سواء من ناحية الإجرائية أو من ناحية إمكانية استرجاع الأموال، إثباتها، استرجاعها خاصة لو كانت في الخارج، أمر أقرب منه إلى الوهم، فيه من الرمزية بما فيه حقيقة محاسبة الناس اللي تمردت على منطقة التسيير الحسن. أن المشكل مشكل حوكمة، لو أبقينا على نفس منظومة التسيير فإننا يكون لنا نفس النتائج من بعد. الأولوية هي إعادة حوكمة، إعادة تنظيم عملية التسيير، ضبطها بعملية إجراءات حقيقية وليست إجراءات شعبوية. الآن القول فيه بلدان سبقتنا حاولت أن تسترجع أموالها وكان فيها من الصعوبة مما كان، نتكلم عن تونس، نتكلم عن ليبيا، ونتكلم عن دول أخرى. إذن هذا من ناحية الإجراءات ومن ناحية المدة. إذن لا يمكن أن نبني برنامجنا على أقول وهم أكثر منه واقع، يجب أن نذهب إلى الأمور الأكثر حقيقية أو أكثر قرب من الحقيقة، واللي هي العمل والإصلاحات. إذن استرجاع أموال يمكن أن نخصص ذلك عن طريق قنوات إجرائية قضائية، ولكن الاقتصاد لا يحتمل الانتظار. إذن حتى ولو استرجعنا، شحال راح نسترجعه؟ 3 ملايير 4 ملايير دولار، بينما عجز الموازنة العمومية وحده يفوق 17 مليار دولار، بينما عجز ميزان المدفوعات كل سنة يفوق 10 11 12 مليار دولار. إذن الأمر فيه من الرمزية أن نسترجع حقيقة، ولكن الأولوية أن نعيد تنظيم البيت بطريقة أن عملية السطو لا يمكن أن تكون في المستقبل. أما البكاء على الأطلال والعودة إلى الماضي فلن يفيد الجزائر من شيء، إلا أنه سيضيع طاقات أكثر ويبني عملية البناء الجديد على فرضية هي الأقرب من الوهم منها إلى الحقيقة. نعم، أيضا فيما يخص ربما النمط الاقتصادي، هل سيواصل عبد المجيد تبون في نفس النمط الاقتصادي، في نفس سياسة الدعم الاجتماعي اللي كانت تكلف الخزينة كل سنة تقريبا 17 مليار دولار، أم أنه ربما سيتوجه تدريجيا نحو نمط اقتصادي جديد؟ أظن أنه سيغير، لأن سياسة الإنفاق التي بنيت عليها السياسات الماضية هي الآن غير ممكنة ببساطة، لأن ما فيش أموال بالحجم اللي كانت فيه من قبل. إذن يجب على الرئيس الجديد أن يصالح الجزائريين مع أمرين، الأول مع السعر والقيمة، والأمر الثاني مع العمل. الآن في كل المراحل الفارطة كنا احنا علاقتنا مع السعر وعلاقتنا مع حقيقة السعر كانت مضطربة جدا. إذن هذا أمر أساسي ومحوري إن أردنا أن نصلح الاقتصاد. إذن إعادة النظر في منظومة الدعم إجراء لازم أن يكون في أقرب وقت ممكن، وإلا رغم مرارته من ناحية الاجتماعية، وإلا فإننا سنرهن كل عملية الإصلاح من جديد. علاقتنا مع العمل أيضا، إذن الجزائر تتديل كل تصنيفات العمل، سواء مردودية العمل، سواء من ناحية الكيف أو من ناحية الكم، وهذا أمر مهم. إذن تحرير أكثر، تنافسية أكثر، قواعد بسيطة ومستقرة لتسير الشأن الاقتصادي، ودولة قوية
قوية ليست فقط بقوتها كقوة عمومية، ولكن بكفاءتها بتقنياتها وبأمورها المتعلقة بضبط العملية الاقتصادية. هو الشرط الوحيد الذي يمكن أن يمكننا من استقطاب تدفقات مالية أجنبية، من أجل استقطاب تدفقات تقنية أجنبية، ومن أجل خاصة تحرير الطاقات الموجودة في الجزائر. هذه الطاقات لن تحرر لا بالشعارات ولا بالخطابات كما كان عليه الحال من قبل، ولكن بالعمل، العمل المنهجي، العمل الذي يعيد النظر في الحوكمة، يعيد تنظيم الاقتصاد الجزائري، يعيد يبث روح جديدة هي إجراءات جديدة، تقنيات جديدة، رقمنة جديدة، وكفاءة جديدة. دون ذلك فإننا سنبقي على المنظومة كما كانت. إذن الروح ستبقى هي، الجسد يمكن أن يتغير، وبالتالي فإن بقيت الروح هي، فإن النتائج ستكون ببساطة نفس النتائج للمنظومة التي وجدت من قبل. نعم، ربما وصول تبون إلى الرئاسة وهو يعني كان ربما سبق للجزائريين خصوصا رجال الأعمال أنهم اكتشفوا توجهاته الاقتصادية لما حكم وزارة التجارة بالنيابة بعد وفاة الوزير بختي بلعيب رحمه الله. بلك أمس ربما العديد من المستوردين أو رجال الأعمال تخوفوا هل ربما سيعيد تبون نفس الخطة لما كان وزير للتجارة بالنيابة ويمنع الاستيراد، يعني وشفنا تلك الضجة اللي حصلت آنذاك، أم أنه هو كان يعني مجبر على تطبيق برنامج معين الآن لما راه رئيس راح تكون ربما له نظرة أخرى؟ لكل صفات أنا في الوقت اللي كان ستبون وزير للتجارة كنت تكلمت أن الإجراءات اللي كان يقوم بها هي إجراءات إدارية أكثر منها إجراءات اقتصادية حقيقية، وبين الوقت بأن الإجراءات اللي خداها رغم أنها حسنت أو قلت بعض الشيء من فاتورة الاستيراد إلا أنها لم تحل المشكلة أساسا. يمكن أنه كان حبيس منظومة أخرى كانت مبنية على القرصنة وكانت إمكانياته محدودة من أجل محاربة الفساد الذي كان منتشر هذاك الوقت، ولكن الآن المشكل ما هيش مشكلة قوانين أو مراسيم أو تنظيمات، المشكل أن نعيد النظر في المنظومة. قل لك زيادة الفواتير ما أدى إلى زيادة الفواتير حقيقة، لأنه كان فيه تسيب، كان فيه عدم تسيب في تسيير الأمور سواء في الجمارك أو في مصالح البنك المركزي أو المصالح البنكية بصفة عامة أو حتى مصالح رئاسة الحكومة. ولكن الأساس لماذا الناس تزيد في الفواتير؟ لأن ببساطة كاين فرق ما بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي، وهذا أمر يؤدي إلى أن عملية زيادة الفوترة تسمح لمرتكبيها من أن يحصلوا على أموال كبيرة وكبيرة جدا. زيد على ذلك عدم وجود منظومة تعمل على الرقمنة ما بين مختلف المصالح المالية والإدارية، كل هذا جعل من عملية زيادة الفواتير عملية اقتصادية امتهنها الجميع. إذن أغلب المتعاملين الاقتصاديين كانوا يعملوا في زيادة الفوترة، ما نكذبوش على أنفسنا. إذن البروبليم المشكل ماهوش لا موغاليزاسيون تاع الاقتصاد، المشكل ان نسير الاقتصاد بمعايير تنبني على اسس اقتصاديه، نذهب الى سعر صرف موحد، نذهب الى رقمنه اقتصادنا، نذهب الى شفافيه تعاملاتنا، ونذهب الى دوله قويه يمكن ان تردع كل مخالف في الوقت المناسب، مش 4 سنين وخمس سنين وست سنين باش نشوفوا ونفيقوا بروحنا بلي الناس كانت تدير زياده فوتره. اذا الامر غير مرتبط بقوانين، الامر غير مرتبط بالردع فقط، الامر مرتبط بكفاءه، باعاده تنظيم، بايجاد البديل. كل هذا هو الاساس، وهذا الامر الاصعب واللي ياخذ وقت ويستدعي كفاءات وامتياز. اما البقاء في منطق المكاتب ومنطق الإدارات ومنطق المراسيم والقوانين فإنه لن يحل من المشكل في شيء، ويمكن أن يزيد من الطيل بلة. كنت تتكلم على المستوردين اللي كانوا ولا اللي خافوا من أي عملية كما هذه. إذا بقيت الأمور على حالها وبنفس الوسائل فإن العملية لن تفيد الاقتصاد الوطني في شيء. العملية الأساسية هي إعادة النظر، إدخال إصلاحات واقعية وهيكلية تجعل من الاقتصاد الوطني في مصاف اقتصاد دول أخرى، وإحنا قادرين أن نذهب إلى هذا الأمر إذا كانت فيه كفاءة وامتياز وشجاعة من أجل أخذ الإصلاحات اللازمة في الوقت المناسب.
ربما كآخر سؤال فيما يخص الاتفاقيات التجارية التي كانت تربط الجزائر مع دول الاتحاد الأوروبي، أيضا ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، هي أيضا ربما ملفات ستكون يعني في أجندة الرئيس الجديد. طبيعة الحال الآن اتفاقنا مع الاتحاد الأوروبي اتفاق ملزم، لا يمكن أن نراجعه بطريقة متهورة، إذا يجب أن تكون علاقتنا سلسة في التعامل مع ارتباطاتنا وعلاقتنا الخارجية مع مختلف الكتل والمنظمات العالمية. دخولنا إلى منظمة التجارة العالمية أمر مهم، ولكن قبل ذلك يستدعي تنظيم وترتيب البيت الاقتصادي. إذا الأمر، أنا أعود دائما إلى عنوان مسرحية متجوبي اللي يقول لك أنت خويا وأنا شكون. إذا الأساس هو أنا، من هو أنا، ما هو اقتصادي، ما هما قدراتي. لما نكون عندي مناعة وتكون عندي قدرة ويكون عندي امتياز ويكون عندي تنظيم ويكون عندي اقتصاد يمكن أن ينافس، هذاك الوقت يمكن أن أذهب وأدخل في التجمعات الاقتصادية الكبرى، لأنها راح تمد لي امتيازات وتمد لي قدرة على التنافسية أكثر. غير ذلك فإن الأمور البروتوكولية والإدارية والسياسوية والأيديولوجية لن تفيد الجزائر في المستقبل، ويجب أن يعي كل الناس أن الآن الوقت للعمل، الوقت للامتياز، الوقت للصمت أكثر والعمل أكثر. إذن فلنسكت ونعمل أكثر ونتصالح مع السعر والقيمة حتى نصبح أكثر تنافسية. ليعلم الجميع أن عندنا تأخر كبير، لا يمكن أن نداركه إلا إذا عملنا أضعاف المرات ما عملنا في الماضي. أكيد احنا إن شاء الله نتمناو أنه تكون فيها نية ويكون فيها إرادة على أرض الواقع من أجل الخروج من هذه الدوامة، دوامة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالجزائر. نشكر كثير الأستاذ محفوظ كوبي على حضورك معنا وعلى إثرائك النقاش. أما أنتم مشاهدين، أصبح الخير لكل من يلتحق بنا الآن ويتابع في الشروق مورنينج ويكاند لنهار اليوم، متواصلين معكم الآن. حنروحوا إلى موضوع لهم الكثير من الشباب بعد